الدكتور احمد علي ربيع الاستاذ بكليه اللغه العربيه جامعه العز الشامي، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقه قادمه ان شاء الله. نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نزلت فيها آيات، برنامج يعده ويقدمه محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أهلا وسهلا يا مرحبا. لازلنا نتحدث عن